ديك القروه الكحله اللي كنشوفوا لهيه هذيك هي منصه الاقلاع، عليها كيلصق الصاروخ باش كينطلق. وحداها كنشوفوا داك الشاطو الابيض او الريزرفوار ديال الماء اللي هو مهم بزاف بحالو بحال منصه الاقلاع، الا ما قلناش كتر، لانه هو المسؤول على تبريد الصاروخ والمنصه حتى هي عند الاقلاع. والاهميه الكبرى ديالو تكمن في تخفيف حده الموجه الصوتيه اللي كيولدها الصاروخ عند الاقلاع، حيت قبل منين كانوا ما كيستعملوش الماء كانت الموجه الصوتيه ديال الصاروخ كتهرس جميع النوافذ الزجاجيه اللي كتواجد في مجال 20 كيلومتر من محطه الاقلاع. You can compare that to the Mercury Redstone rocket, which was only 83 feet tall. SpaceX has covered the fixed service structure in black, and they have added the crew access arm, the black and white piece that extends from it. لقينا تنزع، ها هو الباص درايفر حبس ولا كيسوق بشوية باش الناس قاع يشوفوه. This is the roadway that the crawler uses to transport the rockets to and from the launch pads. It's as wide as an 8-lane highway. It's 8 feet deep with 7 different types of fuel, with the top fuel being Tennessee Purple. Welcome to Florida. All our guests, we ask that you control the room and the photography for the duration of our presentation. If you must leave during the presentation, please exit through the doors on your right. Thank you. This is the firing room, launch control for the Apollo missions. This is not a mock-up. These are the very consoles we sat at when men first took off to fly to the moon. The tragedy of Apollo 1 had put us a year and a half behind. We were making up for it in one big leap, and we were doing it with a rocket that no هنايا جيت نوريكم الصاروخ ابولو 9 او لا ابولو 9، هانتوما شوفوا كيف داير، اللي هو اول صاروخ خرج من المجال الارضي بنجاح، ابولو 9. وهذه هي المقصوره ديالو فين كيكونوا رواد الفضاء، مقصوره ديال ابولو 9. انتما كتشوفوا الناس كيدخلوا لداخل يطلعوا عليها.
هي دي انتما كتشوفوا كيفاش دايره من الداخل. هذا هو الصاروخ كامل تقريبا. Ladies and gentlemen, may I have your attention? كيف ما كتشوفوا هنا هذه هي المركبه اللي كما قيل انها حملت الرواد الثلاث اللي نزلوا على سطح القمر اللي كان من بينهم نيل أرمسترونغ. هذا مشهد كيجسد نزول الرواد الثلاث على سطح القمر كما كنشوفوا. واش عقلتوا على المحطه الفضائيه الدوليه اللي كنا هضرنا عليها في الاول؟ انا حاليا كنت واجد قدام المركبه الفضائيه اللي سميتها اطلانتيس اللي كانت كتوصل الطرف بطرف الفضاء باش يبنيو ديك المحطه. وكما كتشوفوا زومي على هاد القروه هذه هي القروه باش كانوا كيطلعوا طرف بطرف وباش لي زاسترونوت كانوا كيبنيو ديك المحطه. انا دابا كنت واجد قدام تلسكوب هابل اللي بالفضل ديالو كما قريت هنايا تعرفنا على الفضاء، شفنا المجرات والكواكب والنجوم وبزاف ديال الصور الجميله عن الفضاء. كما كتشوفوا هنايا ورايا هاد الصوره ديال اطلانتيس جاهز للاقلاع.
هنايا بغيت نوريكم حتى المجسم ديال أطلانتيس، مجسم صغير. ها هو ده، وحاطين هنايا حتى الروايد الحقيقيين ديال أطلانتيس. بغيت نوريكم حتى هما، اجي معايا. ها هما دو جانو انا دابا كنتواجد قدام الريزرفوار ديال اطلانتيس. ها نتوما شوفوا معايا قداش كبير. كما سبق وقلت لكم في الاول، الريزرفوار اللي كنا شلنا ديال ابولو المحرك ديالو كيشتغل بخليط من الاكسجين والكيروزين. اوكي، هنايا من بعد ما تقدمت القضية ولاو كيستعملوا الهيدروجين، سائل الهيدروجين مع سائل الأكسجين. كما كتشوفوا هذاك الوسطاني، هذاك هو سائل الهيدروجين، وهاد الجوج اللي على اليمين وعلى اليسار هما سائل الأكسجين. هنايا الفيديو ديالنا كيوصل على النهايه ديالو. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا في هذه الجوله. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه، كنقول لهم يعملوا ابوني ويضغطوا على زر الجرس وخليوا لينا لايك. التفاعل ديالكم كيهمنا، وخليوا لنا الاراء ديالكم تحت في التعليقات، شنو اللي عجبكم شنو اللي ما عجبكمش، باش تدعمونا ونزيدوا بالقناه ديالنا القدام. وشكرا.